وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الجهود التي تبذلها المنظمة واضحة في محافظة الأنبار، مساعدات اليوم في مخيمات الخالدية، هل لكم أن تطلعونا أكثر عن جهودكم في الخالدية؟ حياكم الله، شكرا جزيلا. الحقيقة هذه الحملة الثانية في هذا المخيم، مخيم الخالدية. وجاءت هذه الحملة بعد مناشدة وصلتنا من هذا المخيم بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة ولا سيما في هذا المخيم، وتسببت في أضرار كبيرة في المخيمات وإتلاف كثير من المواد الغذائية. فجهزت منظمة القرى الثانية حملتها هذه الثانية لتجهيز أكثر من 600 سلة غذائية، وهي تغطي جميع العوائل الموجودة في هذا المخيم. وتضمنت هذه العديد من المواد الغذائية الكافة والألبان والعصائر. وتفعل المنظمة بالحقيقة إلى تسبيل بعض من معاناة النازحين في هذه المخيمات، ولا سيما في ظل غياب أو نقص كبير في المواد الغذائية في هذه المخيمات، وغياب واضح للمنظمات والدور الحكومي في هذه المخيمات. يعني دكتور عبد القادر، أنت ذكرت أن هذه الجهود جاءت بعد كمية الأمطار أو الأضرار التي تسببت بها الأمطار حال المخيمات، حال المحافظات العراقية التي تفيض في كل موجة مطرية تنزل على العراق، لكن هل شاهدتم أي جهود حكومية للتخفيف من معاناة النازحين؟ هل هنالك أي شيء يذكر ما عدا ما تقدمونه اليوم في هذه المخيمات؟ الحقيقة نحن هذا السؤال هو كان يراودنا، واحنا وجهنا هذا السؤال للنازحين الموجودين هناك في العائلات الموجودة، فأجابوا أنه ليس هناك يعني مواصلة ومتابعة لقضية تجهيزهم والقيام على معاناتهم وحاجاتهم الموجودة. لا وجود يعني للمنظمات الأخرى. قالوا نحن المنظمة المنصرة هي الوحيدة التي تتواصل معنا في هذه المساعدات بشكل مستمر الحمد لله، ولم يعني نلاقي أو نشاهد أي أثر لوجود سواء كان من جهات مؤسسات حكومية حقوق إنسان أو منظمات إغاثية غير حكومية. يعني معاناة مستمرة، وهم يعني في مخيمات النزوح حاجتهم كبيرة ولا سيما المواد الغذائية، ونحن على أبواب الصيف قالوا في حاجة إلى مواد يعني مبردات وما يساعدهم وفرش، فهذه حاجتهم مستمرة لا تنقطع. وهذه مناشدة أيضا رسالة إلى جميع المنظمات الإغاثية الإنسانية للاطلاع على حاجيات هؤلاء النازحين الذين يمرون بمأساة إنسانية حقيقية لهذه السنوات الثلاثة الماضية. دكتور، بعد أن اطلعت المنظمة على هذه الأوضاع المزرية كما وصفتموها، هل لديكم أي خطط لمزيد من المساعدات، خصوصا أننا مقبلون على أمرين؟ الأول هو فصل الصيف الحار، وأيضا شهر رمضان المبارك. تمام، بالفعل نحن ضمن برنامجنا هناك ذهاب إلى مخيمات الأخرى، ولا سيما والآن نعيد بحملة كبيرة إن شاء الله في مخيمات العامرية، عامرية الفلوجة، حيث لدينا بيانات لأعداد النازحين وأعداد العوائل الموجودة. فنعد الآن إن شاء الله خلال الأسبوع القادم ستكون لنا حملة أخرى كبيرة لمخيمات تجهيز المواد الغذائية، وبالتأكيد ستزداد نشاط المنظمة خلال شهر رمضان، حيث تكون هناك الحاجة ماسة وأكبر لهذه العائلات في خلال شهر رمضان. تكلمنا عن الجهود الحكومية، ما كيف وجدتم جهود المنظمات الدولية، أو كيف تعلقون على نقص الخدمات من قبل المنظمات الدولية، خصوصا
بعثت الأمم المتحدة لمساعدة العراق. هو هذا المشكلة هناك بعد انتصاب وتيرة الحديث في الإعلام عن قضية النازحين، وهناك كلام على أنه عادت كثير من العوائل، لكن الحقيقة على الواقع تقول غير ذلك. هناك لا زالت هذه المخيمات موجودة والعوائل موجودة في المخيمات، ولم يعني نصادف أي وجود لهذه العائلات، عفوا المنظمات الدولية سواء أو المحلية لتعمل في الميدان الإغاثي والإنساني. ونحن كما قلت يعني هم يشكون من ذلك النازحون، وقد شخصوا هذا الخلل وقل لا أحد يأتينا لا أحد يساعدنا، قليل من المنظمات تأتي إلينا وتطلع على حاجاتنا أو توفر ما نحتاجه في هذه المخيمات وفي هذه أزمة النزوح. نعم، المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.